المسيحي الحقيقي اللي المسيح ساكن في قلبه هي حياة بغض النظر إذا كنت مسيحي من أي خلفية مسيحية إحنا لازم فعلا نتوب أمام الرب مثل ما ذكرت أخ منصور فعلا نطلب وجه الرب ونركز على الخلاص بالرب يسوع المسيح ليس بأحد غير الخلاص لكن من ناحية أخرى الرب علمنا نحب الجميع يا أخ منصور وأنه نشهد بأمانة وباستقامة فكل الكنيسة المسيحية فعلا تحتاج إلى التبشير فعلا تحتاج إلى افتقاد وإلى بشارة وإلى زيارة من الرب يسوع كلنا نحتاج افتقاد خاص ولسيما في هذه الأيام لما منقارن مسيحيتنا اليوم عن اللي بحكيه في سفر أعمال الرسل شو, شو اللي وين وصلنا احنا لأي وضع وصلنا شكاية ونميمة وحقد وكراهية وعدم وحدة وخصام وانقسام وكل هاي الأشياء منقول إن إحنا مسيحيين منعرف نفبرك الآيات نحكيها اللي بتناسب مصلحتنا لكن مش عايشين في مصداقية بأمانة الرب يرحمنا والرب يتوبنا يا أخ منصور